نزلها هذه، هذا شنو هذا؟ شوف هاي عندك شنو يعطوك اياها؟ تقدر تطير بيها اعتقد. اه دقيقة هذا البرج. Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on life. Okay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، شباب ان شاء الله بخير وياكم ديجري. اليوم يا شباب رجعناكم بحلقة جديدة. اليوم شباب الحلقة راح تكون جيم بلاي كلش كلش رهيب وحماسي. اليوم الجيم مختلف، ما رح احرق عليكم، انتوا راح تشوفون الجيم وشنو هو الجيم وش يصير بالجيم. بس قبل ابي شنو نقطة يا شباب، حطينا لايك واشتركوا بالقناة، ايش لو مشتركين خلينا نوصل هاي الحلقة 100,000 لايك. عصابة ديجري كلش تقدر تسوي. عصابة ديجرا ومرة طلبت منهم 100,000 لايك وصلوه بنفس اليوم، فخلي نشوف يا شباب إذا نقدر نوصل الحلقة 100,000 لايك. صدق يا شباب رابط قناة كاكي راح تلقوها بالدسكربشن، رابط قناة صديقي أتمنى تدعموه توصلوا 10,000، ما باقي لشيء وصل 10,000، رابط قناة كاكي راح تلقوها بالدسكربشن وبس يا شباب. مش ممتع. أوكي شباب، طبعا هذا الشيء اللي قلت لكم عليه صراحة شيء كلش كلش غريب، وتذكرون يوم قلت لكم إنه حتنزل طيارات وواحد يقدر يسوقها، ما صدقوني. إيش بيك تباوع؟ قولوا خير نعم. المشكلة أنا ما أعرف أن حاط لي علامات. شوف 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 التفكير مالتهم. طبعا يا شباب أنا بس أنا أسوق طيارة. أي طبعا يا شباب، إن شاء الله ثاني اللي ما يعرف أنه هذه الطيارات نزلت فقط طور يعني خاص، وليس يعني مثل طور المستودعات يعني فقط، وما حتنزل بال شو اسمه، أنه هو مجرد طور. والله أتمنى كانت لو تنزل بال شو اسمه، بس يلا. طبعا هذا التحديث يمكن راح ينزل ويا الهالوين، عيد الهالوين. اوكي شباب مثل ما تشوفون عندنا هذا البخاخ اللي هنا، شغلته كلش كلش رهيبه، ويعني هو ما بيفاده حلو يعني، بس شغله حلوه، هو ما بيفاده كلش كبيره مثل ما تشوفون. هاي الملصقات تقدر تستخدمها بالارض على اوقف، خلينا نستخدمها هنا بالله. باوع الله الله روح. هذا البرج، هذا مثل ما تشوفون هذا البرج اعتقد يمه. يا الله يا الله يا الله، متحمس وربي اطير. طبعا يا شباب هاي نسخه البيتا فقط، يعني بعد لحد الان ما نازله، فقط نسخه البيتا. والله بيها تحشيش خربنا بالطياره. ماكو طياره بالموضوع، حلو. طبعا هناك صناعه الحلقه يا شباب. ابي وين الطياره؟ خاف تخابرها. تبا يا جورج انه مخلب. تبا يا جورج لازم عندك اي دي كارد. منين اجيب هذا الاي دي كارد؟ اخوي لازم تدور عليه. تبا يا جورج انه فخ. طبعا يا شباب طلعت الطياره بواشنطن، وهذا الايدي ما ادري شو. تذكرت خوي، اذا صاحبك تفنش تقدر ترجع للحياه من هنا. فورتنايت. اكو وات سوبر ويبن كريتر. شباب هنا ماكو شو اسمه، ماكو سبلاي دروب، اكو شيء احسن من السبلاي دروب. جيبه بس انا ما اعرف شلون انزل خوي. والله صار حلو هاي، شنو السالفه، شو اللوانه حلوه صايره. والله شباب ما داعي. اي دقيقه دقيقه، شنو هاي؟ وقف وقف بنصه. اي انا ودي يموتني صراحه. ننتظر 37 ثانيه بما يجي هذا الدروب بالعين. اوكي يلا. 2000 years later. اي با انا كنت احبك صراحة يعني، بس خلنا نتفاهم. با خلنا نتفاهم. ايش بيك؟ ماكو شيء والله، حاط له بوست. اوكي شباب خلنا نشوف هذا باقي لشيء ينزل. يا الله اي نزل هذا، هذا شنو هذا؟ قاذفة. لا تفكر بدا افكر بي، تعال حبيبي وين البوت. وي وي وينك؟ تعال وقت موت ترى. او دمي زيد دمك، دمي زيد دمك خوي. والله فول هاي والله العظيم. اوكي زين. اوكي اكو شغلات ما شنو هاي؟ اما ماين كرافت تطير بيها. شنو هاي؟ اوكي زين زين بعصب. تعال كول اوف ديوتي عرفتها. انه بوت اللاعين وعنيد.
ابلع ابلع. تعال خل افنشك. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل. احتراف حبيبي احتراف. جرب هاي جرب هاي. شيطك يا يعني صار لنا نص ساعه ننتظر الدروب و زين هذا شنو هذا؟ هذا سلاح ثاني. هذا هم يمي يشبر. هذا السلاح اسوي لك هيجي. اوكي شباب نرجع لمهمتنا اللي هي نروح ندور على الطياره. صدمة كبيرة يا والقلب هيك عندي جف. عندك شنو يا طوكيا؟ تقدر تطير بيها اعتقد. ليش فجرت سيارتي يعني؟ لا بدي اشوف هاي يمكن تقدر تطير بيها. تعال تعال لا تشرد تعال. ناظور ناظور هذا ناظور ابوي. هاي وقف وقف لسه اسمع اسمع. قصف ايج سوي قصف تشاقة ايه وربي والله. كل شي ما صار لصبر بالعلامة الحمراء. لك هاي خلف الديوتي خلف الديوتي خلف اللوتي هاي شباب بس خلي يارب سيارة اشتغل. الله اجا البوت اجا البوت اجا البوت والله بدات امك اللي ترمي علي. الله اجت الطيارة يا ولد. يا رب يا رب ما انفجر يا رب يا رب يا رب تصعد. هي شو مفجرة هاي والله ما ظنيتي خوي. قاري ما بيها نت الطيارة انه مقلب يا جورج. وقف وقف والله ارجع ارجع عليها قطع الكتابة فوق. لك تعيد ورجع ابتعد ورجع. طلعت لك كتابه فوق عليها والله ضاعت كتابه ما راح تقراها. شباب الطيارات وين شباب نضع. اه دقيق هذا البرج. اه ايه هلا هلا خوي صعدها صعدها بالماوس بالماوس خوي. الله 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 شايف من يركب وياك صاحبك؟ وين تركب سبعة؟ لا لا الشاقة الشاقة قوي تركب وياك ثلاثة لا ثلاثة الف. هذا واحد هذا واحد جواي تعال انزل علي انزل زين اوقف اقدر اسوي هالحركة؟ لا 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 الشاقة دقيقة دقيقة بشرفك انزل علي بشرفك شو شمر تعال شو شمر طيارة دمجت طبعا الشاقة وياي نرجع ناخذ نفرة يا 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 ابويا شباب ما باقي الا شيء ينزل التحديث اريد نسوي رومات بهذا الطور والله في رومات يا ابويا. اه اكو سبلاي دروب هنا دقيقة دقيقة وقف وقف شباب طبعا هاي الاسلحه تقدر تفجر بها الطيارات يعني هم خلوها للطيارات هاي يعني تفجر بها الطيارات وهاي السوالف. سلام عليكم بالهبوط. يا الله ماكو شيء جديد مو بالله؟ لا زين اكو دقيقه هذا شنو؟ هدفته اه هذا اعرفه شنو هذا؟ الله ما يذبكم علي بس لا عبالي ما مات والله ما مات. خليني اشوفك شلون ما تموت هسه دقيقة والله لا اسوي لك انزال جوي بحياته كلها. وين شو اسمه عنده ناظور تعال خليني اشوفك دي قريب منه بس وقت تنزل على الطيارة دقيقة خليني اشوفك دي قريب منه. ها انت هنا هاي اطفر اشتي بس دقيقة خوي 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 لك اشرد اشرد لك اذا جو الطيارة جو الهاي ما راح يجي علي بدي اعلمك من دي قرين لا لا تشاقب اي باع البوت وينه ما راح تجي علي رب انه اذا ما قلت لك تعال انزل علي انزل علي
لا لا تنزل عليه بالطيارة والله. زين دقيقة، أقدر أفجر ذيك الطيارة أو شو اسمه؟ ها حراري ما بيها زوم؟ والله خوي ما أدى أدى أكتشف حاليا. هاي يجيب لي جلطة هذا. ميموت. يموت. هرب يومك ماكو ايش ملحة. اوكي شباب نكمل رحلتنا الجولة السياحية. هذا البرج الاي دي اذا انقتل صاحبك لازم نجربه خوي هذا. ويلي خلنا ننزل فوق ايش اسمه الجسر. نقدر؟ طبعا اقدر غير انا ديقرا ايش بيكم. هاي شنو وقعت مو فوق فتح المظله. اوكي شباب خلينا نفجرها هسه. ما تنفجر عنيده باشا انفجرت يلا. اجل بو تعال. وانا هاي شنو السلاح؟ الله الله لك 40 سنه اشتغل بالار بي جي. اوكي شباب طبعا لهنا وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى اشوف كل المقطع واستمتعتوا والله العظيم الاضافات اللي راح تنضاف بهذا الطور لوز شيء رهيب. اوكي بس يا شباب كان معكم محمد الديقراي وايفر في امان الله. بيس اوت باي باي. خلنا نفجر نفسي والله نقدر ننفجر.